هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. في اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير جدا وحالة من اللغط حول غلق حديقة الحيوان وآلية تطويرها، لكن وزارة الزراعة طلعت بيان بتوضح فيه الموقف وبتأكد فيه على أن حديقة الحيوان والأرمان ستظل تابعة لولاية وزارة الزراعة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع معانا على التليفون الدكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان. يا دكتور محمد صباح الخير. أهلا، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. يا اهلا بحضرتك، استحملنا بقى في مجموعه من الاسئله والاستفسارات، لانه زي ما حضرتك عارف على السوشيال ميديا خلال الفتره اللي فاتت في شائعات كتيره وفي اكاذيب وفي لغط، فاحنا عايزين من حضرتك توضح لنا كل الامور دلوقتي. هل حديقه الحيوان والارمان هتتباع؟ انا بس يعني عايز افكر بس الساده المشاهدين انه يعني الحديقه خرجت من عضويه الاتحاد الدولي في عام 2004 وده لعدم اتباع المعايير الدولية في التربية وإيواء الحيوانات. وطبعا يعني كان مطلب أساسي للكثير من الناس والمنظمات، كانت الناس بتقول طوروا الحديقة، يعني حاولوا انك انتوا يعني نرجع تاني لعضوية الاتحاد الدولي، نرجع للمعايير الدولية. فالحقيقة يعني الفترة فاتت قدمت وزارة الزراعة في بمشروع طموح جدا ومشروع كبير وفي استعانه بخبرات اجنبيه للعوده لعضويه الاتحاد الدولي مره اخرى. والحقيقه المشروع ده بيدرس بقاله حوالي سنتين. فيعني الحمد لله الدوله وافقت على المشروع. والمشروع يعني بيشمل طبعا البنيه التحتيه للحديقه، بيشمل تغيير البيئة الحيوانية، يعني دي مهمة جدا عشان يعني الحيوانات اللي هي في الأسل والحاجات زي كده دي أصبحت مخالفة للمعايير الدولية. طيب دكتور، يعني حضرتك تحدثت عن مشروع هذا، يعني هذا المشروع مشروع التطوير، وتحدثت إنه هيشهد تطوير البنية التحتية وعدة عناصر. لو هنوضح للسادة المشاهدين يا فندم عناصر التطوير دي، اهم نقاط التطوير للساده المشاهدين، ايه اللي هيحصل؟ هل هيبقى في عفوا هيكون في حيوانات جديده في حديقه الحيوان؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا انا برضو يعني اللي هيحصل طبعا استمرار ملكيه وزاره الزراعه دي حديقتي الحيوان والارمان، وهيحصل طفره كبيره في طبعا البنيه التحتيه للحديقه من حيث الري والصرف، لان يعني عقود طويلة جدا او يمكن تقريبا منذ انشائها لم يحدث بها اي تطوير او اي تعديل. ايضا الحقيقة يعني هيتم تغيير البيئة الحيوانية، الحيوانات اللي هي في الاسر دي هتبقى كلها في اماكن مفتوحة، وده برضو يعني في ناس بيحصل عندها نوع من اللبس كده تقول هتبقى سفاري، لا مش سفاري ولا حاجة، سفاري تختلف تماما عن اسلوب العرض الحيوانات، تبقى في اماكن مفتوحة وان الحيوان يمارس سلوكه الطبيعي وحياته الطبيعيه في اماكن مفتوحه. فده اللي هيتم، اللي هي كلها اشتراطات، تطبيق اشتراطات العوده الى الاتحاد الدولي مره اخرى على اساس ان ده يعني تبقى جهه زي جهه اعتماد او جهه يعني اعتماد للمؤسسه انها تخليها منشاه سياحيه معتمده. وطبعا ده بيسهل علينا ان احنا بقى طبعا نستخدم حيوانات نادره، لان بالشكل الحالي في صعوبه جدا جدا او في كمان يعني ممانعه لاستخدام حيوانات نادره مهدده بالانقراض، لان طبعا ليها معايير مش مطبقه. فيعني الفتره اللي جايه هتشهد طبعا اتباع المعايير الدوليه دي، واحنا في استعانه بخبرات اجنبيه، وكلنا طبعا نعلم انه الحديقه يعني انشئت في الحقبه التاريخيه تقريبا مع حديقه لندن، ثاني حديقه في العالم من حيث الانشاء حديقه الجيزه. وطبعا لندن قدروا يحافظوا على عضويتهم في الاتحاد الدولي، احنا خارج العضويه لان هم طوروا المنشات بتاعتهم ويعني استمروا على المعايير الجديده للاتحاد الدولي. احنا الحقيقه بقى لنا فتره كبيره ما عملناش اي حاجه، فالحمد لله بنشكر الدوله طبعا على موافقه. طيب دكتور محمد، يعني مصر في نقطة تشهد طفرة، والحمد لله الحديقة أدرجت على التطوير. عظيم جدا دكتور محمد. من ضمن الحاجات برضو اللي الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا، الناس خايفة قوي على الأشجار، وده حقهم بالمناسبة، لأن احنا عندنا أشجار نادرة في حديقة الحيوان. فهل مراعين هذا الأمر في عملية التطوير؟ لا، بطمن حضرتك طبعا وبطمن الناس كلها إنه يعني في محددات واضحة للمشروع ده،
يعني طبعا الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية للحديقة والغطاء الشجري المميز. طيب دكتور حابين برضو نعرف ازاي تم الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقة الحيوان؟ طبعا طبعا تم الاتفاق مع وزارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي طبعا هيئة يعني مختصة بالمشروعات القومية الكبرى تشرف عليها وفيها مكاتب استشارية هندسية كبيرة طبعا، هم برضو الحقيقه هيستعينوا ب يعني استشاري برضو في متخصص في تصميم حدائق الحيوان يعني يعتبر استشاري في البيئه الحيوانيه والنباتيه، وبرضو في استشاري في التدريب. دول هيبقوا عناصر اجنبيه متخصصه، ودي شركات كبيره جدا عالميه بتدير او يعني طورت اكثر من 17 حديقه قديمه من حديقه لندن، يعني هم طوروا حديقه لندن. ف يعني الحقيقه الهيئه القوميه للانتاج الحربي وفرت كل عناصر ان شاء الله النجاح لهذا مشروع التطوير، مع الحفاظ زي ما بقول لحضرتك على الهويه التراثيه والمجموع الخضري او المجموع الشجري المتميز داخل عظيم. الحديقه، لان ده اثري يعتبر، وطبعا كل المنشآت الأثرية هيتم الحفاظ عليها، خاصة طبعا الكوبري المعلق، جزيرة الشاي، جبلات الرخام، الجبلية الملكية. عظيم. في مجموعة من الجبلات الهامة داخل الحديقة سيتم الحفاظ عليها. طيب ده كويس جدا. مدة هذا المشروع كانت سنتين، والرئيس كلف بضغط هذا المشروع، يعني هي سنة فقط نقدر نقوم بيها بعملية التطوير. هنبتدي امتى؟ وهل بالفعل بدأنا دلوقتي؟ قفلنا حديقة الحيوان ولا لسه مفتوح؟ لا، احنا حتى الان الحديقه مفتوحه وبتستقبل الزائرين من الساعه 9 صباحا الى 4 مساء، وبس يعني تنتهي اجراءات التعاقد مع الهيئه القوميه للانتاج الحربي، وسيعلن طبعا عن يعني تفاصيل بقى اذا كان هتغلق غلق كامل او كده، كل ده هيعلن ان شاء الله في حينه، لكن حتى الان الحديقه مفتوحه وبتستقبل الزائرين. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد طبعا على كل هذه الإيضاحات. دكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان، يعني أعتقد كده وضحنا كل التفاصيل عن هذا الخبر وفكرة بيع حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، وأعتقد كده خلاص مفيش مجال تاني لأي إشاعات وأكاذيب ولغط حول هذا الموضوع تحديدا يا شاذلي. طبعا بكل تأكيد.